بالعودة أيضا إلى الأستاذ عز الدين إبراهيم الكاتب الصحفي الفلسطيني، مرحبا بك أستاذ عز الدين. أستاذ عز الدين تسمعني ولكن صوتك ضعيف جدا. سأبدأ معك هذا الحوار. السفير الأمريكي في تل أبيب ديفيد فريدمان يقول إن قرار الاحتلال الصهيوني بفرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية يعني تأجل ولم يلغى، إذا على أي أساس تم التطبيع مع ما بين الكيان الصهيوني والإمارات؟ يعني بداية هذا الكلام ليس جديدا، نتنياهو نفسه بعد ساعات قليلة فقط من توقيع الاتفاق بين الإمارات والكيان الصهيوني أكد على هذا الكلام، وعاد بعده كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي يؤكد على ذات المعلومة. هذه معلومات جديدة، وهذا كشف حقيقي يعني كذبة تطبيع من أجل الشعب الفلسطيني. الإمارات رفعت هذه اللافتة لكي تغطي سوءتها الاحتلال ولكي تبرر بشكل أو بآخر الخطوة، ولم يخبر يعني شريكها في العملية التطبيعية إلا ساعات قليلة حتى فضح أو افتضح هذا الأمر، وأعلن أن لا علاقة بين التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني وبين موضوع اللي هو ضم الأراضي. وبالتالي هذا ليس كلام جديد، نحن نعرف كشعب فلسطيني ونتابع أن الأنظمة العربية التي تسعى أو التي انخرطت في خطر التطبيع هي تبحث عن مصلحتها أول وأخيرا، وخير مثال على ذلك ما أعلن قبل أيام من موضوع المفاوضات التي استضافتها. كيف ترى، كيف تصف تعاطي السلطة مع هذه التصريحات؟ يعني السلطة الفلسطينية ليس بيدها أي شيء الآن لتضيفه على ما أعلن، فهي تعرف مسبقا أن عملية التطبيع عملية الضم أصلا معرقلة وتشهد خلافات داخلية إسرائيلية. الكل الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية في داخلها هنالك خلافات وتحفظات أمنية وسياسية داخلية على هذه الخطة، فبالتالي الخطة أصلا هي مؤجلة من قبل الاحتلال نفسه، وبالتالي الكلام عن تأجيلها من قبل الإمارات ما كان إلا كما أتلفت مبرر أو محاولة للتستر على ما أقدمت عليه الإمارات. هل ترى أن اتفاق القاهرة بين فتح وحماس يمكن أن يغير موازين المعادلة؟ يعني حتى نكون صريحين، يعني بلا شك الوضع الدولي والوضع الإقليمي هو أقوى من الفلسطينيين. للأسف هناك نظام عربي رسمي متخاذل، الجامعة العربية رأينا كيف هاجمت وانتقدت الدور الفلسطيني أو الأداء الفلسطيني، بل حتى عبر أمينها العام الذي انتقد التقارب بين حماس وفتح في تركيا. ألو؟ أكمل أسمعك. نعم أستاذ عز الدين، على أي حال نشكرك شكرا جزيلا. أستاذ عز الدين إبراهيم الكاتب الصحفي الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.